ما شافه قال لي هذا السلم بيكمل معنا الطريق. هلا بالنهاية ما فيك تلوم حدا على قرار مثل هيدا. يلا اصبح خير. انت من اهله زلمة ما بعرف ليه خجلان من قرار فايز. يا صاحبي لا تزر وازرة وزر اخرى. ليش دخلك؟ لك شو دخل مع فريد بيعتبر فايز حدا من عيلته معني ربيانين سوا. واحد يسمعك بفكرني ابن بايك انا الثاني. شباب خلونا ماشيين بشكل طبيعي. لقيته في حدا لحالنا. تعالوا. كنتوا يلا. ماي شو اخبارك؟ ماي اختي؟ هالسنة بتخلص الرشيدية وحابة تدرس أدب فرنسي باليسوعية. طلع بتقدر تميز هذا الخط أو بتقدر تميز البارفان النسواني إلى هذا المكتوب؟ الحرام كان خواص الترين كتر منه عنيد. مش بيقطع الرزق. كان درس جيد في الهروب من المراقبة. في مين مش قادر ينام قبل ما يكحل عيونه؟ شباب كل ما اشوف يحيى واقف كده افتكر القلب اللي كسرته في المدينة. وخاطر سيدي وابوي اللي ماني عارف راح اجبره في يوم من الايام ولا لا. قوم يا فايز قوم انت تطور على سيادك لك سرمية حشرة بنحسك بسرميتي. ايش في؟ ايش في سؤال هيدا الكلب اللي عم يضحك عليك؟ انا ما عم بضحك علي انا بحبه. مين بتحبه؟ 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 اللي انت بتسويه ما يجوز يا اخي. لا انا عم سويه وهيدا الكلب اللي عم يتعدى على عرضي. كفايز المشاعر اللي بيني وبينها حقيقية. ما مشاعر شو؟ مشاعر شو؟ أنا لربيك يا ابن العربجة. بس خلص يا تكني خلص. فايز